بداية حلقة اليوم، لكن في جزئية عايز أتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نروح لأخبار الأهلي في الصحف، وهو فيما يخص أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي. والفترة اللي فاتت كلام كتير جدا بعد الجلستين اللي كان مقرر ليهم إن هم ينعقدوا ما بين أحمد فتحي ومسؤول النادي الأهلي، وتم تأجيلهم لأسباب مختلفة. السبب الأول أو الجلسة الأولى اتأجلت بسبب إيه؟ بسبب إن اللاعب كان خارج القاهرة، وتم التواصل مع وتأجلت الجلسة ليوم آخر، اليوم الآخر اللي هو كان يوم الأحد اللي فات. اتأجلت تاني الجلسة، كان السبب إيه؟ واللي أعلن عنه النادي الأهلي إن تم إغلاق مقرات النادي والدنيا صعب إن إحنا نتواصل دلوقتي أو نقعد، واللاعب كان لسه مستمر خارج القاهرة. اللي حصل بقى من حد يوم الحد اللي فات لحد دلوقتي اجتهادات كتير جدا، والناس حاجة أزمة والاهلي واللاعب مش عاجبه العرض اللي قدمه النادي الاهلي وطالب فلوس كتير وان هو بيضغط بعرض بيراميدز والكلام اللي. كل الكلام ده يا جماعه غير حقيقي، وانا باكد لحضراتكم لحد دلوقتي احمد فتحي متمسك جدا بالتواجد جوه النادي الاهلي. لحد دلوقتي النادي الاهلي ومستر فايلر متمسكين جدا بتواجد احمد فتحي جوه النادي. طب ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه هم بيتابعوا الظروف وإمكانية إن يبقى في جلسة أخرى بعد أيام قليلة جدا بإذن الله تعالى ما بين إدارة النادي الأهلي، أو بالتحديد برضه ما بين لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، كابتن سعد عبد الحفيظ أمير توفيق مع أحمد فتحي، عشان بإذن الله العقود تتمدي ويبقى القصة خلصت. الكل بيحاول يستغل الفترة دي في إنه يقول إن في أزمة وكلام من ده، الكلام ده غير حقيقي، وأنا يعني بحاول أطمن حضراتكم الدنيا ماشية بشكل طبيعي، واتكلمنا في الجزئية دي أكتر من مرة على مدار الأيام السابقة، لكن بعيد وبزيد وبكرر على حضراتكم عشان تتاكدوا وعشان ما تصدقوش اي كلام بيتكتب في موضوع احمد فتحي في الصحف وفي المواقع وفي الاعلام بشكل عام. الدنيا ماشيه بشكل كويس. فيما يتعلق بحسام عاشور، حضراتكم اكيد تابعتوا الجلسه وبعد ما اعلن النادي الاهلي بشكل رسمي، وقبل كمان الاهلي ما يعلن بشكل